السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده. سمو ولي العهد يقدم دعما بمبلغ 5 ملايين ريال للاتحاد العربي لكرة القدم. تزايد في أعداد متلقي لقاح كورونا في المملكة، ونسبة المحصلين تتجاوز 45% بجرعة واحدة على الأقل. الجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 2,700,000 ريال إلى خارج المملكة. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي تهنئة لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى تولي جلالته الملك في بلاده. قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 5 ملايين ريال دعما للاتحاد العربي لكرة القدم وبرامجه. أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الذي ثمن دعم سمو ولي العهد السخي للاتحاد العربي خلال انعقاد الجمعية العمومية 26 للاتحاد العربي بجدة. وكان سمو وزير الرياضة قد احتفظ بمنصبه رئيسا للاتحاد العربي بعد تزكيته ليستمر دورة جديدة تنتهي في عام 2025. أحب أن أعرض عن خالص الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله على دعمهما الكبير للاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تلقى الاتحاد العربي دعما من سمو سيدي ولي العهد مبلغ 5 ملايين ريال دعما لبرامج الاتحاد. فباسمكم جميعا نشكر سموه على هذا الدعم اللامحدود. أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة عبد الله خياط المسلمين بتقوى الله في السر والعلن وفي الخلوة والجلوة، فهي وصية للأولين والآخرين. وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام إن النهج الراشد والمسلك القويم للمخلصين من أولي الألباب. وأرسل الله بهذه الشريعة قواعد العدالة بين الخلق كافة، مسلمهم وكافرهم، وعربيهم وعجميهم، وأسودهم وأبيضهم، وذكرهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، فجعل تقوى الله قاعدة التفاضل بينهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وحفظ لكل إنسان حقه وأوضح له واجبه في تشريع رباني فذ سبق ما سواه من تشريعات بشرية لحفظ حقوق الإنسان وسلم من ضعفها وقصورها، فرفع للإنسان قدره وصان كرامته. ولذا فإن المؤمن حقا لا تعتريه حيرة ولا يخالجه شك في أن شرع ربه ودينه وطريقه هو سبيل النجاة وطريق السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي المدينة المنورة أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبد الباري الثبيتي المسلمين بتقوى الله، وأنه إذا تزين القلب بالإيمان غدا صاحبه جميل الروح، حسن السمت، سامق الخلق، نقي السلوك، فيحقق له جمال الدين وجمال الدنيا. الإطار العام لزينة المرأة وزينة زينتها صون جمالها عن أعين الغرباء في ظل حياء يحييها وعفاف يزيد شخصيتها بهاء. قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وإذا كنا نتحدث عن الزينة فيجمل بنا ألا يغيب عن أذهاننا زينة ترتقي بأجسادنا وتزكي جوارحنا وتسمو بأرواحنا، إنها تزيين القلوب بالإيمان. فالقلب المزين بالإيمان مصدر لإشعاع كل زينة وجمال. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وإذا تزين القلب بالإيمان غدا صاحبه جميل الروح، حسن السمت، سامق الخلق، نقي السلوك، فيتحقق له جمال الدين وجمال الدنيا. تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية الذي يصادف 19 من يونيو من كل عام بهدف تثقيف وتوعية المجتمع خاصة المصابين. ويعرف طبيا فقر الدم المنجلي بأنه مجموعة من اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة. وركزت وزارة الصحة خلال برامجها وأنشطتها التوعوية حول أنيميا الخلايا المنجلية بشرح أعراض فقر الدم المنجلي، حيث يصيب هذا المرض ملايين الناس حول العالم، وتتطلب الوقاية منه الالتزام بإجراء الفحص قبل الزواج بما يساعد في الحد من انتقاله، إذ تظهر التحاليل الطبية احتمال وجود جينات مصابة بخلل لدى المرأة أو الرجل، خصوصا الذين لا تظهر عليهم الأعراض المرضية. أكدت وزارة الصحة أن نسبة المحصنين ضد فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 45% لمن تلقوا جرعة واحدة على الأقل. وصل عدد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة حتى الآن إلى أكثر من 16,400,000 جرعة عبر أكثر من 600 مركز في مناطق المملكة كافة. وتجدد وزارة الصحة تأكيدها على أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية من الفيروس. وجددت وزارة الصحة دعوتها للجميع بمبادرة التسجيل في تطبيق صحتي وتلقي لقاح فيروس كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية. كما حققت وزارة الصحة نسبا عالية في تحصين كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما بلقاح كورونا بعد تطعيم هذه الفئة بجرعة واحدة على الأقل. وقد بلغت نسبة تحصين كبار السن في حفر الباطن 98، وفي الأحساء 93، وفي القريات 93، وفي بيشة 86، وفي الرياض 83، وفي المنطقة الشرقية 80، والطائف 80%. وكانت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم ضد الفيروس، حيث أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية التي يتم من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا لمن كانت أعمارهم 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة مناطق ومحافظات المملكة. خصصت إدارة شؤون المراكز الصحية بصحة جازان 28 فرقة ميدانية لتقديم لقاحات فيروس كورونا لكبار السن في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم. نتابع. لأن كبار السن غالين علينا والتحصين وسيلة آمنة وفعالة لحمايتهم، فقد أطلقت صحة جازان 28 فرقة صحية ميدانية لتنفيذ جولات وزيارات لمنازل المواطنين في محافظات ومراكز وقرى المنطقة لتقديم خدمة اللقاح ضد فيروس كورونا لفئة كبار السن، وذلك حفاظا على سلامتهم وسعيا للحد من الإصابة بفيروس كورونا على الفئات الأكثر عرضة للخطر. إحدى هذه الفرق التي انطلقت منذ الصباح الباكر لإحدى قرى الحد الجنوبي لإعطاء لقاح فيروس كورونا لأحد المستفيدين ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما في أولوية وخدمة خاصة للتطعيم السريع وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمة للمستفيدين في منازلهم بكل يسر وسهولة. عبد الله الفيفي، جازان.
يواصل مركز لقاحات كورونا في جامعة الجوف تقديم خدمات للراغبين بالحصول على اللقاح من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. وكان المركز قد افتتح أبوابه لخدمة المستفيدين في 18 من مارس الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين 3300 مستفيد من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي، ويمكن للمستفيدين حجز مواعيد للحصول على اللقاح. يذكر أن الجامعة قد دشنت في وقت سابق حملة جامعة محصنة التي تمثل الخطة الزمنية لتحصين جميع منسوبي الجامعة. وللحديث أكثر حول لقاحات كورونا يسعدنا أن ينضم إلينا مراسل أخبار السعودية من مركز اللقاحات في محافظة جدة الزميل عبد الرحمن المحضار. مساء الخير عبد الرحمن، ثم أطلعنا على سير عملية تلقي اللقاحات حسب تواجدك الآن في المركز، وأيضا كيف هو الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين. نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. حقيقة أنا أتواجد الآن في مركز اللقاحات المتواجد بالصالة الخضراء في استاد الأمير عبد الله الفيصل هنا في جنوب محافظة جدة تحديدا، وهو المركز الأحدث الذي تم افتتاحه من قبل معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في خطوة لمزيد من الوعي المجتمعي وتوعية الناس بالمبادرة لأخذ اللقاح. ويعني نسمع أخبار إيجابية بتجاوز يعني نسب عالية الحمد لله في وصول يعني الأعداد الآخذة لجرعة أولى من اللقاح كحد أدنى. ينضم إلينا الآن دكتور نشوان عبد الله وهو المشرف على هذا المركز هنا. دكتور نشوان، حقيقة يعني جهود مقدمة اليوم، هذا المركز بدأ عمل فيه من الساعة 3 مساء مثل ما حدثونا الشباب المتطوعين والمتطوعات. بدوركم دكتور حدثنا عن الرسالة اللي أنتم تسعوا إلى تقديمها في وجودكم والإشراف والتنظيم في هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عبد الرحمن، أنت بصراحة بدأت بداية طيبة وقلت إيش الهدف من هذا المركز، وليش نحن بنفتتح مجموعة مراكز، وليش هذا أحدث مركز. هذه الأشياء كلها مهمة جدا، بس الحقيقة الشيء اللي نحن بنوصله هذه المرة للناس إنه الحكومة بتشتغل بشكل كبير جدا لتخطي هذه الجائحة، لإنجاح العملية هذه. كل الجهات ذات العلاقة، سواء وزارة الصحة، وزارة الداخلية، دوركم أنتم كإعلاميين، كل الجهات الحكومية وحتى الخاصة بتتعاون مع بعض لإنجاح هذه العملية. حقيقي حقيقي الآن يبقى دوركم أنتم بالمبادرة بأخذ اللقاح. الآن هو دوركم أنتم، أنتم جزء من هذه العملية، أنتم جزء من هذا النجاح. كيف نحن نوصل للمرحلة الأخرى؟ كيف نحن نتخطى هذه المراحل مع بعض كتيم واحد كفريق واحد؟ ترى يعني الناس لما تبادر تأخذ اللقاح وتحصل على اللقاح كجرعة أولى وكجرعة ثانية، هذا جزء من عملية النجاح لتخطي هذه الجائحة. في حقيقة أنتم من تبدأون، أنتم من تصنعون النجاح. حقيقي حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين يسعون دائما لسلامة المواطن. فما أبغى يعني ما أبغى أطيل عليكم بالكلام وبالحديث، لكن المبادرة بكم أنتم، أنتم جزء من هذا النجاح. أعيد وأكرر، أنتم من تصنعون النجاح، وأنتم جزء من هذا من هذه الخطة لإنجاح التصدي لجائحة كورونا. جميلة رسالة دكتور، ولكن أيضا حدثنا عن الواقع الفعلي الآن. يعني الإقبال مستمر، صحيح الآن في البدايات لعله الإقبال يعني خفيف، وممكن في الفترة المسائية خصوصا أن إحنا في إجازة نهاية الأسبوع يعني تزيد الأعداد. بشكل عام خلال الأيام الماضية كيف كان التواجد للمستفيدين للقاح؟ يمكن ما هي المسألة كيف كان التواجد، لكن حقيقي نحن كل فترة بيفتتح مركز لقاح قريب منكم. ليش؟ عشان يعني نخلي المسألة أسهل
بقدر الإمكان وبقدر المستطاع. الآن نحن فتحنا أحدث مركز في محافظة جدة بافتتاح معالي وزير الصحة لهذا المركز في جنوب المحافظة حتى يكون قريب من المجتمع. ويوجد أكثر من 582 مركز في المملكة العربية السعودية. ليش؟ حتى يكون قريب من الكل. أنا ما أبغى أقول كيف كان الإقبال، لكن هو وصلنا لأعداد كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أرجع وأعيد وأكرر، أنتم من تصنعون النجاح في التصدي لهذه الجائحة. وأرجع أقول مجموعة مراكز اللقاح موجودة قريبة في كل مكان، قريبة في كل مكان. أنت بس أو حط بادر أحجز موعدك وتعال وحتلقى أفضل خدمة. وأنتم يعني في المجال الصحي في الصفوف الأولى، نتمنى لكم السلامة بإذن الله. ويعني مهما كانت هناك تغطيات إعلامية لا توفي حققكم من الجهود المبذولة على مدار الساعة، هي رسالة وجهت باسم دكتور نشوان باسم جميع المتطوعين والمتطوعات الذين يواصلون الليلة بالنهار في مراكز اللقاحات في محافظة جدة وفي كافة مناطق ومحافظات المملكة بالسعي لزيادة التوعية المجتمعية للمبادرة بأخذ اللقاح حتى نصل جميعا بإذن الله إلى بر الأمان، كما وصلت عدد أو كما وصل عدد من الدول في العالم. هو أمر بإذن الله محقق، لابد أن ننظر له بإيجابية، وبإذن الله سنصل إليه في قادم الأيام. مستمرين في تغطية مستجدات مراكز اللقاحات. أعود إليك. نعم، إذن مراسل أخبار السعودية من مركز اللقاحات في محافظة جدة الزميل عبد الرحمن المحضار، شكرا جزيلا لك. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 471,959 إصابة، من بينها 11,050 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1496 حالة حرجة. كما تم تسجيل 1050 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 453,259 حالة تعافي، فيما سجلت 15 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 7,650 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول. ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول. تواصل الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. نتابع. تكثر العمالة بجنسياتها المتعددة في المنطقة المركزية بالدمام المعروفة باسم سوق سيكو. هذا الموقع يكتظ بالعمال نهاية الأسبوع، وللحد من التجمعات المخالفة نفذت أمانة المنطقة الشرقية نحو 140 جولة ميدانية لرصد مخالفة الإجراءات الاحترازية في السوق ومكافحة الظواهر السلبية مثل البيع الجائل والافتراش العشوائي. طبعا تكونت اللجنة هذه من قبل أمانة المنطقة الشرقية، مشكلة من عدة جهات، وزارة الصحة وأمانة المنطقة الشرقية والجهات الأمنية ومكتب العمل ووزارة التجارة، تهدف إلى تطبيق الإجراءات أو التقيد بإجراءات احترازية للمنشآت العامة والأسواق التجارية، وضرورة التقيد بتطبيقات احترازية وإجراءات احترازية من تعقيم أماكن التعقيم، تواجد الفرز البصري في المنشآت التجارية والمنشآت العامة، التباعد في الأماكن التجارية. في هذه الجولة حررت 15 مخالفة، منها تدني مستوى النظافة العامة في منشأة غذائية
وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، إلى جانب رفع أكثر من 53 بسطة عشوائية مخالفة. شارك في الحملة جهات حكومية منها الأمن الوقائي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى مكتب العمل ووزارة التجارة، فيما تستمر الحملات لتحقيق هدف سلامة الناس وحمايتهم من المخالفين. للأخبار هدير القحطاني، الدمام. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مخطط لتخصيص 3 مليارات و300 مليون دولار بهدف تسريع تطوير واكتشاف علاجات لمرض كورونا وتفادي أي تهديد مستقبلي للأمراض الوبائية. وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض إن الخطة تحمل اسم البرنامج المضاد لفيروسات الأوبئة، ويأتي تمويلها من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي أقرها الكونغرس في مارس الماضي. فاوتشي أوضح أن الأدوية المضادة للفيروسات تعد مكملاً هاماً للقاحات الموجودة، خاصة للأفراد الذين يعانون من أمراض معينة قد تعرضهم لخطر أكبر أو الذين لا توفر لقاحات الحماية لهم. وأضاف أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تعمل أيضاً كخط دفاع ضد الطفرات الناشئة التي تتمكن من تجنب لقاحات الجيل الحالي. كثفت الدول الغنية من تحركاتها لمساعدة باقي الدول في احتواء جائحة كورونا مع تجاوز الوفيات 4 ملايين حالة وفاة. في ظل تعثر العديد من الدول في توفير لقاحات كافية لتطعيم سكانها، تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم مستوى 4 ملايين حالة وفاة، في حين تراجعت عدد الإصابات والوفيات الجديدة في دول غربية كان الوباء قد تفشى فيها. منظمة الصحة العالمية صرحت بأن 5 دول هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا والمكسيك سجلت حوالي 50% من إجمالي وفيات العالم، فيما شهدت دول مثل بيرو والمجر والبوسنة والتشيك وجبل طارق أعلى معدلات وفاة بالنسبة لعدد السكان. المنظمة أوضحت أن دولا في أمريكا اللاتينية تواجه أسوأ انتشار للفيروس منذ مارس الماضي، بعد أن سجلت 9 من بلدانها أكبر عدد من الوفيات خلال الأسبوع الماضي. هذا وما تزال الهند والبرازيل أكبر بلدين يسجلان أعلى وفيات يومية، وسط جهود دولية متسارعة لإرسال المزيد من اللقاحات للدول الفقيرة ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، خاصة مع انتشار السلالة الهندية المتحورة في أرجاء العالم. تعهدت دول أوروبية بتقديم مساعدات بملايين الدولارات لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا داخل الدول الإفريقية، وتتوقع منظمة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أن تنتج إفريقيا لقاحات بمفردها بحلول نهاية العام، وخاصة معهد باستور في السنغال والذي يعتبر أحد أهم المختبرات في القارة. وتكافح إفريقيا حاليا ضد موجة ثالثة من التفشي، مع تسجيل أكثر من 5 ملايين مصاب و136 ألف حالة وفاة. ويسعى صندوق النقد الدولي إلى التوسع في إنتاج لقاحات كورونا لصالح الدول النامية، بما يشمل الإنتاج في القارة الإفريقية، حيث لم يتم تطعيم سوى 1% فقط من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. سجلت بريطانيا أكثر من 1100 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا مع ظهور متحور دلتا لأول مرة منذ أواخر شهر فبراير. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت آخر خطوات رفع القيود بسبب القلق من انتشار النسخة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في الهند، وأفادت أن التأجير لمدة 4 أسابيع سيمنح الوقت لتطعيم ملايين آخرين بشكل كامل. وكشف تقرير حكومي أن الحالات قد ترتفع بشكل كبير في جميع أنحاء إنكلترا، خاصة في أوساط الفئات العمرية التي لم تتلقى لقاح كورونا. أعلنت فرنسا إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع اعتبارا من اليوم، ورفع حظر التجول الليلي اعتبارا من الأحد المقبل بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد. نتابع. بعد 15 شهرا من قيود الإغلاق المشددة للحد من جائحة كورونا، الفرنسيون يتنفسون السعداء وترتسم أخيرا الابتسامة على وجوههم بعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث أصبح بإمكانهم التخلي عن ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة ورفع حظر التجوال
قبل الموعد المحدد له نهاية هذا الشهر. تسريع الحكومة الفرنسية من رفع القيود الصحية في البلاد يعود إلى تحسن الوضع الصحي والوبائي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، حسب ما قاله رئيس الحكومة الفرنسية جون كاستيكس، حيث تحولت كل مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد إلى اللون الأخضر، وانخفض عدد المصابين إلى ما دون 5000 يومياً. ارتداء الكمامة في الفضاءات الخارجية لم يعد إلزاميا ابتداء من اليوم الخميس إلا في ظروف معينة مثل التجمعات أو الأماكن المزدحمة والمغلقة كالأسواق أو الملاعب. حظر التجوال المحدد عند الساعة 11 المطبق حاليا سيتوقف اعتبارا من مساء الأحد المقبل قبل الموعد المحدد له نهاية هذا الشهر. وتأمل الحكومة الفرنسية تطعيم نحو 35 مليون فرنسي بحلول نهاية أغسطس المقبل من أجل السيطرة على الوباء وإنقاذ الموسم السياحي قبل حلول فصل الصيف، بعد أن شرعت في فتح المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ودور السينما والمتاحف بعد إغلاق دام 6 أشهر. بحث أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إمكانية عقد دورتهم المقبلة المقررة اعتبارا من 21 من سبتمبر حضوريا، وهو اقتراح وافقت عليه الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة. وكانت الجمعية العامة اضطرت خلال الفترة الماضية لعقد مناقشتها العامة السنوية افتراضيا بسبب جائحة كورونا، وبدلا من أن يعتلي رؤساء الدول والحكومات منبرها في نيويورك لإلقاء خطاباتهم كما في كل عام، اضطروا إلى تسجيل مقاطع فيديو لكلماتهم وإرسالها إلى المنظمة الدولية التي بثتها عبر الشاشة. وقبل جائحة كورونا كانت الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة أكبر تجمع دبلوماسي في العالم، وتجري على هامشها مئات الفعاليات الجانبية. قبل أسابيع قليلة من استضافة العاصمة اليابانية طوكيو للألعاب الأولمبية، كثفت السلطات حملات التطعيم في الجهات ذات الصلة بالمناسبة الرياضية. الحكومة اليابانية أعلنت أن حملة التطعيم سوف تستمر حتى نهاية أغسطس ضمن الاستعدادات للألعاب الأولمبية المقررة في 23 من يوليو. وكانت السلطات أنهت حالة الطوارئ في طوكيو ومقاطعة أوساكا ومناطق أخرى بعد أن بدأت أرقام المصابين تنخفض تدريجيا، وتعهدت باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي تفاقم جديد للوباء. نشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. نظمت النيابة العامة النسخة الرابعة من ملتقى اسأل النيابة، والذي يقيم تحت عنوان الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التجارة. المزيد في التقرير التالي. هذا ينعم الشعر ويكثف الشعر. منتج تنظيف طبيعي 100% خالي من المواد الكيميائية. في منتج قد أعلنت له مرتين وهذه المرة الثالثة. شد وجذب وجدل لا ينقطع حتى وضعت النقاط على الحروف حين نظمت النيابة العامة ملتقى اسأل النيابة تحت عنوان الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التجارة لتسليط الضوء على حماية المعلن والمستفيد. يأتي دور النيابة العامة ووزارة التجارة في تطبيق الإجراءات النظامية الخاصة بجرائم الغش التجاري والمخالفات المرتبطة بالإعلانات التجارية وآلية تقديم البلاغ من المتضرر. أبرز 3 مخالفات يقع فيها المعلنون: الأولى عدم الإفصاح بأن يقدم مادة إعلانية، الأمر الآخر أنه أحيانا هناك إعلانات عن مواد مغشوشة ومقلدة، الأمر الثالث إيهام وتضليل المستهلك بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن المنتج أو السلعة اللي يعمل لها إعلان. الوزارة وقفت على 9 أنواع من الإعلان، من ضمنها إعلان مباشر، إعلان غير مباشر، الإعلانات العينية، من ضمنها العقود السنوية، من ضمنها سفير منتج أو سلعة. كل هذه الأنواع 9 لابد من الإفصاح بأن صاحبها يقدم مادة إعلانية. الإعلان الإلكتروني يعد من المواد المهمة في نظام التجارة الإلكترونية، فالسعودية تشكل نحو 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بأكثر من 33 مليار ريال، ما يفرض مسؤولية كبيرة على المعلنين وموفري الخدمة على حد سواء.
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2,765,000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مخبأة داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ. وشددت الهيئة في هذا الشأن أنه يجب على كل مسافر سواء كان مغادرا من المملكة أو قادما إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الإقرار عنها إلكترونياً. وأكدت الهيئة على أنه في حال عدم الإقرار ستفرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستفرض غرامة مالية بمقدار 50% من قيمتها إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيحجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة. أعلنت منصة جود الإسكان تجاوز قيمة المساهمات الخيرية المقدمة عبر المنصة ضمن مساري دعم توفير السكن ودعم الإيجار أكثر من 506 ملايين ريال. وتمكنت المنصة ضمن مسار دعم توفير السكن من توفير أكثر من 1600 مسكن للأسر من فئة الأشد احتياجا، كما تم دفع الإيجار عن أكثر من 4400 أسرة ضمن مسار دعم الإيجار، وذلك بدعم عدد من الجهات العامة والخاصة ومشاركة جميع أفراد المجتمع، ما يشكل صورة من صور التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع. أعلن برنامج سكني عن استفادة 33,000 أسرة من القرض العقاري المدعوم للحصول على خيار البناء الذاتي منذ شهر يناير 2021 وحتى نهاية شهر مايو، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضي من بناء وحداتهم السكنية وفقا لرغبات واحتياجاتهم، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملك السكني تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 بالوصول بنسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030. أعلن البنك المركزي السعودي اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الإلكترونية حساب. وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل. أسفرت الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة عن ضبط 2,909 مركبات مخالفة في مختلف مناطق المملكة. وأشارت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين، وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. ترفد هذه الأيام أكثر من 500 مزرعة في منطقة القصيم السوق المحلي بمحصولها من البطيخ الأحمر، إلى جانب ما يرد إلى منافذ البيع من مختلف المناطق بتداول يومي يصل إلى 500,000 ريال. نتابع. وينك يا ردي الحين؟ وينك يا ردي الحين؟ النشام ما شالوا شيء، النشام ما شالوا شيء، وينك يا ردي الحين؟ وينك يا ردي الحين؟ النشام ما شالوا شيء، وينك يا ردي الحين؟ وينك يا ردي الحين؟ على وقع هذه الكلمات تشحذ الهمم، ومنذ ساعات الفجر الأولى يبدأ هؤلاء المزارعون بقطف إنتاجهم اليومي من البطيخ أو ما يعرف بالجح الذي يصل إنتاجه إلى 50 طنا يوميا. احنا مزارعين منطقة القصيم شمال القصيم حمادة الترمس، لله الحمد والمنة المنطقة عندنا قابلة لجميع الزراعة نظرا لخصوبة الأرض وحلاوة الماء. احنا اللي جينا الصبح قطفنا الحبحة على حبة حبة وطلعناها على طرف، واللي جاء العصر حملناها الدنات، ومن الدنات اللي حملت تحرك اللي يسوق بريدة، ومن بكرة الصبح يتم بيعه. ننتج نحمد الله ونشكره في شكل يومي ما يقارب 50 طن، أي ما يقارب 10 دنات في كل يوم للمزرعة الواحدة. تتوجه السيارات المحملة بالبطيخ إلى شتى مناطق المملكة، وهنا في سوق بريدة
حيث تضع 150 مركبة حملها كل يوم، ليصل حجم المبيعات اليومية إلى 350 ألف ريال عبر منظومة شبابية سعودية تبدأ من الزراعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك. 50,850 700 700. ولله الحمد الزراعة عندنا ماشية، وبدينا فيها أكثر من 30 سنة، من 1410 وحنا بعدين فيها، ولله الحمد كل سنة أحسن منها سنة الجاية. الموسم الحين موسم الحبحب، وبعد شهر بالضبط موسم العنب، وبعد 3 شهور موسم الرمان. الموسم يستمر إلى 40 يوم، 30 يوم، 50 يوم، على حسب مساحة المزرعة. عندنا أنواع كثيرة، عندنا الجامب والملوكي والأبيض، وعندنا أنواع الشمام اللي هو الروسي والإيراني والكناري والأبيض. أكثر من 500 مزرعة في منطقة القصيم تمد السوق المحلي بمحصولها من البطيخ الأحمر، إضافة إلى ما يرد من منافذ البيع من مختلف مناطق المملكة. يوسف الحميد، القصيم. وبين الماضي والحاضر، يستحضر هاشم القرشي صناعة خبز الملة، أحد الأكلات الشعبية التي يشتهر بها أهل الطائف في الأجواء الباردة، وتتصدر الأطعمة في المناسبات والاحتفالات. نتابع. بين الأدب والتاريخ عاش هاشم عقود عمره، حتى بات يحن لموروث أهله وأجداده، ورغم ترعرعه في المدن إلا أنه عاد ليحترف صناعة الملة، والتي تعد من أشهر الأكلات الشعبية بمدينة الطائف، فعشقها كمهنة ومحبوبة يتغزل بها. الملة نفسها، ذات الملة الحقيقة، هي تاريخ، وتستحق الحقيقة هذه الأبيات. هي تاريخ، وتاريخ تليد، يعني من أيام الجاهلية، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. في بيت للحطيئة يقول في حفاة عراة ما اغتدوا خبز ملتي ولا طعموا للبر مذ خلقوا طعما، وجاء محسوبك لله، ويقول فيها الملة اللي سوت الخمس جمري من البر مصنوعة، ما كناها لطلوع الشمس ولا ما كناها لشروق الشمس ولا البدر حزت طلوعه. لم تكن الأهازيج هامشا على مشروع هاشم، بل كانت أساسا يعمل عليه، بالإضافة لذاكرة الحنين وارتباطها بالملة التي يأخذ منها جرعة معنوية تدفعه للتمسك بها والحفاظ على أصالتها. 3 سنوات اللي مضت أنا ما كان عندي رأس مال قوم بالمشروع ذا، فاعتمدت على الصيت، أني أصنع صيت لهذا المشروع وأعمل قاعدة، يصير وقت ما تتيسر معانا يعني يكون لعمل مشروع فعلا، يعني فعلي أو مطعم أو ديوانية أو مقابل، زي ما حدث اليوم. أكيد أنا أفتكر وأنا صغير كانت الزواجات تعمل في الديرة عندنا، وكانت تعمل ملال ما شاء الله كذا كبار، يعني ما يشيلوا إلا 2-3، وكانت تعمل بالطريقة القديمة، وكانت تعمل الظهر من دون خميل، وكانت نارها تكون مشبوبة من الليل، والناس بايتة في الزواج ويعمل فطور. فكانت فقرة بالنسبة لنا كصغار إحنا جدا جدا كانت جميلة. لطالما كان التمسك بالموروث والأصالة عشقا يحيي به أبناء الوطن حاضرهم، وكأن لسان حالهم يقول ما رضينا غير أرضك نسكن ونعشق ثراها. خلود الغامدي، الطائف. نشرتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك إن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية للمبادرة المطروحة واستمرار تصعيدها العسكري في محافظتي مأرب وحجة يؤكد عدم جديتها في السلام وارتهان قرارها بالنظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة، كما أشار إلى المخاطر المحدقة بالوضع القائم لناقلة النفط صافر والتي تهدد بحدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غارات جوية على مواقع في قطاع غزة المحاصر، وهذه ثاني سلسلة غارات إسرائيلية على غزة منذ وقف إطلاق النار
الذي أقر في 21 من مايو وأنهى حربا استمرت 11 يوما أسفرت عن استشهاد 260 قتيلا بينهم عشرات النساء والأطفال. غارات الاحتلال طالت مدينة غزة وخان يونس وسط مخاوف من إفشال التهدئة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تحاصر القطاع منذ ما يقرب من 15 سنة. وسط إقبال ضعيف انطلقت في إيران اليوم انتخابات رئاسية معروفة نتائجها سلفا لاختيار خلف لرئيس النظام الحالي حسن روحاني. ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن الإيرانيين غير مكترثين بهذه الانتخابات المعدة سلفا والتي يعتبر رئيس القضاء إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز فيها نظرا لأنه الأقرب من التيار المتشدد والاختيار المفضل للملالي. ويمكن أن تؤدي نسبة الإقبال المنخفضة إلى اضطراب سياسي وسط مؤشرات متزايدة بانعدام الثقة في النظام بشكل كامل رغم محاولات الملالي إنعاش هذه الانتخابات بالتصريحات الباهتة. وتتزايد دعوات المقاطعة بعد استبعاد رموز بعض النخب وسط استمرار الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار الفساد وتزايد عمليات القمع ضد المحتجين. حذرت الأمم المتحدة من الارتفاع الكبير في أعداد النازحين والمهاجرين نتيجة الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية في العالم. نتابع. حرب هنا ودمار هناك وأزمات اجتاحت العديد من دول العالم أدت إلى تضاعف أعداد النازحين في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى أكثر من 82 مليون و400 ألف، وهو عدد قياسي في ظل القيود على حركة النقل التي فرضتها جائحة كورونا. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أوضح أن هذه تمثل الزيادة السنوية التاسعة على التوالي في عدد الأشخاص النازحين قسرا، مشيرا إلى أن الصراع وتأثير تغير المناخ في أماكن مثل موزمبيق ومنطقة تيغري الأثيوبية كانت من بين الأماكن الرئيسة التي شهدت انتقالات جديدة للاجئين والنازحين داخل بلادهم خلال العام الماضي، وقد بلغت أكثر من 3 ملايين شخص. وفي أمريكا الجنوبية سارعت دول مانحة تتقدمها الولايات المتحدة بالتعهد بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم اللاجئين الفنزويليين الذين فروا من بلادهم بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وهي ثاني أكبر أزمة لاجئين في العالم. فيليبو غراندي أكد أن الوضع هناك دخل منعطفا حرجا خاصة في ظل تفشي الجائحة بقوة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين يواصل قرابة 2000 فنزويلي يوميا الفرار من البلاد. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمانع عقد لقاء قمة مع نظيره الصيني، وقال إن أول رحلة خارجية لبايدن أظهرت وحدة مجموعة السبع وحلف شمال أطلسي في التصدي للصين. وردا على انتقادات لمسؤولين في الحزب الجمهوري شدد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي على نجاح بايدن في وضع خطة اقتصادية بديلة لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وقال إن قمة حلف شمال الأطلسي نجحت للمرة الأولى في التعامل بجدية مع التحدي الأمني الذي تشكله الصين، مشيرا إلى أن حل النزاع القديم بين شركتي بيونغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية وجه رسالة بوحدة الحلفاء الغربيين ضد الصعود الصيني. صعد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من لهجته إزاء الولايات المتحدة، وذلك في أول تعليق مباشر منه على إدارة الرئيس جو بايدن. وقال كيم إن بلاده مستعدة سواء للحوار أو المواجهة، وبخاصة الاستعداد التام للمواجهة، داعيا إلى وضع معادلة استراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة. ورأى مراقبون أن تصريحات زعيم كوريا الشمالية تهدف إلى رمي الكرة في ملعب إدارة بايدن مع الإحجام عن استفزازها. أنهى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان حملته قبل الانتخابات المبكرة الأحد المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي تقارب النقاط بين لائحة رئيس الوزراء ولائحة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان. وتسعى الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز إلى تغييرات سياسية تنجح في معالجة المشكلات الاقتصادية
التي تعاني منها وتقضي على الفساد. إلى أخبار الطقس، حيث نبه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف والباحة وجازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية. ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، فيما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظاتها. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك إسبانيا بذكرى توليها الملك في بلاده. سمو ولي العهد يقدم دعما بمبلغ 5 ملايين ريال للاتحاد العربي لكرة القدم. تزايد في أعداد متلقي لقاح كورونا في المملكة، ونسبة المحصنين تتجاوز 45% بجرعة واحدة على الأقل. الجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 2,700,000 ريال إلى خارج المملكة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.